بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العلي العظيم. هناك أسباب طبيعية يدركها الناس بحواسهم. النار سبب طبيعي للإحراق، وهكذا كثير من الأمور الأخرى، الأسباب الطبيعية. وإنما الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب لتنتظم حياة الناس ولكي يسيروا طبق تلك الأسباب الطبيعية. إذا أنت تريد أن تعيش، عليك أن تكد وتعمل لتحصل على مقومات عيشك من المأكل والمشرب والملبس. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولولا هذه الأسباب ما كان الإنسان يتمكن من العمل والكد، ولا للتطور ولا للتكامل ولا للوصول إلى الدرجات التي الله سبحانه وتعالى أرادها للإنسان. لكن هذه الأسباب الظاهرية أسباب ظاهرية وليست هي الأسباب الحقيقية. الأسباب الحقيقية هي أسباب غيبية، والغيب هو مهيمن على الشهود. وإنما لمصلحة عمل الإنسان وكده الله سبحانه وتعالى جعل مقارنة بين الأسباب الحقيقية والأسباب الظاهرية. يعني مثلا الموت يحدث بقبض الله سبحانه وتعالى الأرواح من الأجساد، إما مباشرة أو بتوسيط ملك الموت أو بتوسيط أعوان ملك الموت. الله يتوفى الأنفس في موتها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا. هذا هو السبب الحقيقي للموت. لكن الأسباب الظاهرية، واحد يصاب بسكتة قلبية، واحد يسقط من شاهق، واحد يغتال، واحد يقتل عندما القاتل يرمي الرصاصة على رأس المقتول. هذه الرصاصة لم تقتل المقتول في الواقع، لم تقبض روح المقتول. الذي قبض روح المقتول هو إرادة الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى جعل إرادته متزامنة،
يعني أسباب الموت إذا الظاهرية تحققت والله سبحانه وتعالى جعلها أسباب ظاهرية، في ذلك الوقت الله سبحانه وتعالى يأذن بقبض روح هذا الإنسان. ولذا إذا الله لم يأذن لا يتحقق الموت، المعذبون في نار جهنم، وعذاب جهنم عذاب كبير جدا، يعني في بعض الروايات إذا شرارة من نار جهنم، هذه الشرارة سقطت على الأرض أحرقت الأرض ومن عليها، شرارة واحدة. لكن هذا الإنسان بجسمه ولحمه وعظمه يعذب في نار جهنم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليش هذا الإنسان ما يموت وهو في نار جهنم مع أنه بجسمه هذا؟ لأن المعاد جسماني. السبب في ذلك أنه السبب الحقيقي للموت ليس هو الاحتراق، ليس هو الوسائل العادية التي جعلت، السبب الحقيقي قبض الله للروح. الله في هذه الدنيا شاء أن تكون الأسباب الظاهرية متقارنة مع السبب الحقيقي، في الآخرة الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، بل شاء أن لا يموت هذا الإنسان في نار جهنم. الرزق، واحد عامل يروح يزرع الأرض ويسقي هذه الأرض وبعد فترة يحصد، وما حصده من الحنطة أو الشعير أو أي شيء آخر من الرزق هذه يرتزق به، أو يروح يعمل يحصل على أموال، هذه الأموال تكون سبب لأن يشتري الأطعمة وما إلى ذلك ويرتزق، هذا سبب ظاهري. السبب الحقيقي أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، لكن جعل رزقه متقارنا مع عملك، لأنه إذا بدون عملك الله يريد يرزقك بنظام الحياة في الدنيا لا يستقر. الرزق من الله سبحانه وتعالى، الله يرزقك والله يقدر لك الرزق. تشوف واحد مسكين من الصباح إلى المساء يعمل ما يحصل شيء إلا القليل، واحد هم يقوم بالصبح بعملية بسيطة يحصل على الملايين، إحنا شنو نقول؟ نقول هذا الشخص إلى حظ وذاك ما إلى حظ، لأن هذا الشخص الله سبحانه، يعني هالشكل نتصور، نقول هذا الشخص بعمل بسيط يحصل على الملايين، وذاك المسكين كلما يعمل لا يحصل على شيء إلا القليل. هو شنو السبب؟ السبب أن الله سبحانه وتعالى وسع في رزق هذا وضيق على رزق ذاك لمصلحة أو لحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى باسط وقابض. البسط والقبض في الله سبحانه وتعالى إلى معاني مختلفة، من المعاني التوسع في الرزق أو التضييق في الرزق. فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لكن جعل أسباب ظاهرية، أنت عليك أن تسير في تلك الأسباب الظاهرية. وفي سورة الواقع الله سبحانه وتعالى يبين: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ولذلك إذا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا شاء أن الأسباب الظاهرية لا تؤثر أثرها، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى ما رتب السبب الواقعي. تشوف الأسباب الظاهرية ما تأثر، نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تؤثر في الإحراق. ليش؟ لأن الإحراق هو تقدير من الله، الظاهر هي النار، الواقع تقدير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مع وجود النار لم يشأ احتراق إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم،
لذا هذه النار كانت نار، مو أنه ليست بنار كما يزعم البعض، يقول هاي صورة نار وهي ليست بنار، لأن الإحراق من طبيعة النار وانسلاخ الماهية عن الشيء مستحيل. لا، مو هالشكل. نار كانت لكن لم تؤثر أثرها، لأن الأثر هو مو من النار، من الله سبحانه وتعالى. المدبرات أمر الملائكة، هذه التي تدبر الأمور، الأسباب الطبيعية ليست هي الأسباب الواقعية. هاي قضية اتفاقية، طبعا قضية اتفاقية دائمية إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الروايات الكثيرة أنت تشوف أنه الأمور تنسب إلى أسباب غيبية، واحد يتعجب، البعض ما يدرك معنى هذه الروايات. أنت إذا تراجع في كتاب بحار الأنوار مثلا، أي شيء نتيجة اللي هي احنا نتصورها نتيجة لشيء طبيعي منسوبة إلى أمور غيبية، إما منسوبة إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، أو منسوبة إلى الملائكة، أو منسوبة إلى أشياء أخرى. واحد يتعجب في فهم هذه الروايات، لذا البعض يقول هذه الروايات احنا ما نفهمها، البعض يرد هذه الروايات زين، ولكن هذه الروايات تبين حقيقة بينها القرآن. القرآن في مصادق بينها، مثل ما ذكرنا الموت، الرزق وما إلى ذلك. الروايات بينت بيان أوسع، لأنها الروايات بيان وتفسير للقرآن الكريم. فإذا أنت شفت رواية تنسب شيء من الأشياء الطبيعية إلى الملائكة، مثلا عندنا رواية أنه المطر هذا الملائكة ترسله، وأكو ملك من الملائكة مثلا، أكو في أحاديث أنه له كذا يد وهذا يسجل وهذا هو الذي ينزل، الملائكة هي التي ترفع الماء بشكل بخار إلى السماء، هي اللي تودي في منطقة معينة، هي التي تسحبه إلى مكان معين، هي التي تنزله. بعض يقول شنو هاي الروايات؟ الآن العلم الحديث أثبت أنه النار والشمس والحرارة، والحرارة تبخر الماء، والماء يصعد إلى منطقة معينة، هناك أغلفة جوية، هذه الأغلفة الجوية تمنع صعود الماء إلى أكثر من الحد المعين، ثم هناك رياح، هذه الرياح تسحب هذه الغيوم زين، السحابة يسموه سحاب لأن الرياح تسحبه إلى منطقة معينة، بعدين حرارة يصير وهذا البخار يتحول إلى ماء مرة ثانية وينزل. شنو هالرواية اللي تقول ملائكة وكذا؟ وزين، هذا عدم فهم للمغزى القرآني والروايات. هذا المطر اللي تشوفه كله بأسباب غيبية مثل ما بينا، بس الله سبحانه وتعالى زامن الأسباب الغيبية مع أسباب طبيعية. يعني شمس موجودة وحرارة موجودة وكذا، وهذا شيء يصعد في هذا الظرف فقط دون ظرف آخر وما إلى ذلك مما بيناه. الغيب مهيمن على الشهود، بس مثل ما ذكرنا الله سبحانه وتعالى يريد إحنا نعمل، يريد إحنا نكدح، يريد إحنا نتطور، يريد إحنا نتكامل، فجعل أسباب ظاهرية حتى نسير على طبق تلك الأسباب. وإلا الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر، والمسلمون في غزوة بدر من حيث التخطيط العسكري، على رغم أنهم كانوا أقلية في التخطيط العسكري، المسلمون كان تخطيطهم دقيق جدا، تخطيط الرسول صلى الله عليه وآله. أكو واحد حسب ما سمعت عقيد أو لواء في الجيش المصري سابقا، كاتب مجموعة كتب تحليل عسكري لغزوات الرسول صلى الله عليه وآله، يعني غزوة بدر محللها عسكريا، غزوة أحد محللها عسكريا، الخطط اللي الرسول صلى الله عليه وآله رسمها خطط دقيقة جدا عسكريا زين. الله سبحانه وتعالى يقول ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا أنت انتصرت في معركة أحد يا رسول الله، وإذا أنت في معركة بدر انتصرت، إذا في معركة أحد في البداية انتصرت ثم خسرت زين، الله سبحانه وتعالى هو اللي نصركم، لكن هذا النصر تزامن مع أسباب طبيعية حتى المسلمون يعملون
مو أنه يكونون كسولين قاعدين في بيوتهم ينتظرون أن الله سبحانه وتعالى يهيئ كل الأشياء. لا، الله خلقك حتى أنت تعمل حتى تستحق المقامات العالية في الجنة، وهذا لا ينسجم مع الكسل وإنما ينسجم مع العمل. فإذن النصر من الله سبحانه وتعالى، الأسباب الظاهرية متزامنة. ولذا في يوم عاشوراء الله سبحانه وتعالى كرامة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أرسل له 4000 من الملائكة، وهؤلاء الذين أرسلهم في يوم بدر. النصر من الله، حتى الملائكة هم أسباب ظاهرية، الواقع هو الله سبحانه وتعالى إرادته وتقديره. الملائكة نزلت على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام 4000 واحد من الذين كانوا في بدر، وقال له لأن الله سبحانه وتعالى أرسلنا لك. روايات موجودة في كامل الزيارات في كتب أخرى. فإذا تريد نبيد هذا العسكر، الإمام عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن إرادة الله في شهادته. صحيح الله كرامة له أرسل له الملائكة حتى إذا يريد أن ينصروه على أولئك الأعداء ينصروه، لكن يدري أن الله سبحانه وتعالى إرادته في استشهاده. مثل ما أفرض أنت عندك ابن، ابنك يدري أنك تريد أن تبقى عنده، بس يقول لك إذا تريد تروح روح. لما تقول لابنك إذا تريد تروح روح، وابنك يدري أنك تحب أن يبقى، هذا كلامك شنو؟ تكريم إله. لكن هو شنو يسوي؟ يبقى، لأنه يعلم بأنك ولو أذنت له في الذهاب لكنك تريد بقائه. الإمام الحسين يدري أن الله سبحانه وتعالى يحب استشهاده، وإنما أرسل هؤلاء الملائكة كرامة له. فالإمام الحسين رفض، يعني رفض يعني قال لا صعدوا. فصعدوا إلى السماء، الله سبحانه وتعالى مرة ثانية أنزلهم، بس شو وقت نزلوا؟ بعد استشهاد أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة. وقالوا للإمام إن الله سبحانه وتعالى أرسلنا مرة أخرى، وقال إن الدرجة اللي كانت الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يوصلك إليها، إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة، وتلك الدرجة إلحاقه بدرجة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. لأن الرسول درجته أعلى من الأئمة، لكن الله سبحانه وتعالى ألحق الأئمة بالرسول في تفسير هذه الآية، هذا بين قوسين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله سبحانه وتعالى ألحق الأئمة بدرجة الرسول، كل إمام بطريقة، الإمام الحسين عن طريق شهادته. فنزلوا ذول الملائكة بعد استشهاد الأصحاب، إن الدرجة اللي الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يوصلك إليها لقد وصلت إليها، مثل قضية إبراهيم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أنت الدرجة اللي الله كان يريد يوصلك إليها اللي هي درجة الإمامة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، الدرجة اللي كان الله يريد يوصل لك إياها، هذه الدرجة وصلت إليها حينما وضعت السكين على منحر إسماعيل. فذولا قالوا أنه الدرجة اللي الله كان يريد يوصلك لتلك الدرجة قد وصلت إليها. فإذا تريد الآن ننصرك، الإمام قال لا. ليش؟ لأنه قال ما بعد هؤلاء من حياة، يعني بعد استشهاد الأنصار كذا لا يرغب في البقاء في الحياة. صعدوا مرة ثانية ونزلوا مرة ثالثة بعد استشهاد الإمام الحسين، فالله أمرهم وهؤلاء مرابطون على قبر سيد الشهداء إلى يوم أن يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهؤلاء ينصرون الإمام المهدي بتفصيل مذكور في الروايات، وهؤلاء شعث غبر حول قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يبكون ويصلون، وثواب صلاتهم كل تكتب لزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام.
فالناصر من الله، بس السبب الظاهري أنت يكون عندك عدد وعدة. لذا الله سبحانه وتعالى إذا يريد ينصر رسله بدون هذه الأسباب الظاهرية ينصر. شوف في قضية موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وصل إلى مرحلة، هذه المرحلة كان في إبادة بني إسرائيل والأسباب الظاهرية قاصرة، لأن فرعون وجيشه وجنوده لهم العدد والعدة، وذول بني إسرائيل مساكين لا عدد ولا عدة، ولو كانوا يصلون إلى بني إسرائيل كانوا يبيدونهم. الله سبحانه وتعالى كان يريد حفظهم، لذلك الأسباب الظاهرية حينما قصرت الله سبحانه وتعالى هيأ السبب الغيبي، فلق البحر. هذا سبب غيبي، فلق البحر، مو سبب ظاهري، لأن الأسباب الظاهرية قصرت. وأي وقت الدين كان أصل الدين في خطر والسبب الظاهري ما كان يكفي، الله سبحانه وتعالى أراد بدون سبب ظاهري، مثل اليوم اللي خرج الرسول صلى الله عليه وآله من مكة قاصدا المدينة، هو وشخص واحد معه هناك، إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله. المشركون وصلوا إلى فوهة الغار لكن لم يدخلوا في الغار، ليش؟ لأن إجا سبب غيبي، عنكبوت نسجت على باب الغار، على مدخل الغار، وحمامة باضت أمام هذا النسيج العنكبوتي. فذول المشركين شافوا نسيج العنكبوت وشافوا الحمامة باضت، هكذا تصوروا أنه إذا واحد داخل في الغار لازم هذا النسيج ينهدم وهذه البيوض تنكسر وهذه الحمامة تهرب. هذا سبب كان غيبي، ولو أن الله سبحانه وتعالى لبيان وهن المشركين بأبسط الأسباب، بأبسط الأسباب ينفذ إرادته، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في هذه الحالة الرسول صحيح اتخذ الأساليب الطبيعية، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بات في فراش الرسول في تلك الليلة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وخرج إلى الجنوب، مع أن طريق المدينة في الشمال، وحسب الظاهر المشركون كانوا يعلمون أن قسم من أهل المدينة أسلموا، والرسول إذا يخرج من مكة راح يروح إلى المدينة لأنه ما إلى مكان آخر، فلازم يتجه نحو الشمال، لكن الرسول اتجه نحو الجنوب. غار ثور يصير في جنوب مكة، الآن طبعا في داخل مكة بعد التوسعة، لكن هو في الجنوب، زين. واختار أيضا الغار، الغار الآن حسب ما ينقل بفوهتين، فوهة من الأمام فوهة من الخلف، ثقب يعني، هذا الغار مفتوح حتى إذا هجموا من الأمام الرسول يخرج من الخلف، زين. فالأسباب الطبيعية الرسول صلى الله عليه وآله اتخذها، لكن قصرت الأسباب الطبيعية. لذلك الله سبحانه وتعالى لأنه يريد شيء غيبيا هيأ ذلك الشيء، ولا عنكبوت خلال نص ساعة يجي ينسج وحمامة تجي تبيض وكذا، هذا ما يمكن طبيعيا. أما إذا الأسباب الطبيعية لم تكن قاصرة، بحيث أن أصل الدين يحفظ، ما يريده الله سبحانه وتعالى يتنفذ، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يكون إرادته الواقعية اللي هي السبب تتقارن مع الأسباب الطبيعية. ليش؟ لأن الأسباب الطبيعية الله هو الذي جعلها، ولا يكون هناك تدخل غيبي إلا في الحالة الاستثنائية لمصلحة أهم. أكو في الحديث الشريف أن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خاطب الله سبحانه وتعالى، الداء منك، المرض يعني واحد يصير مريض، هذا بتقدير من الله تعالى، نعم. الدواء منك، نعم. الشفاء منك، نعم. وإذا مرضت فهو يشفين، زين. إذا كل منك، المرض منك، الدواء منك، الشفاء منك، أنا ليش أراجع الطبيب؟
ليش أراجع الطبيب؟ الله سبحانه وتعالى ما معناه يخاطب موسى: أتريد أن تبطل حكمتي؟ الحكمة اقتضت أن أمور الإنسان في هذه الحياة تكون عبر الأسباب الطبيعية، ولو أن الواقع هي إرادة الرب سبحانه وتعالى. يعني إحنا حتى أعمالنا الذي نقوم بها هذه أعمال أسباب لها مسببات، المسببات بتقدير من الله. صحيح ماكو جبر، أن الله سبحانه وتعالى لم يجبرنا على شيء، إرادتنا هي من مقدمات أفعالنا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بأنك تريد أن تفعل فعلا، فلما تفعل ذلك الفعل يقدر النتيجة، وإلا كل شيء في الكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى، حتى أفعالنا. بس قلنا ما يصير جبر، لأن أفعالنا، لأن أفعالنا من المقدمات. يعني شوف، إذا أنت من أنا تريد تخرج إلى الحرم، ذهابك من هنا إلى الحرم إذا بي 1000 خطوة، الخطوة الأولى، الثانية، الثالثة، الخطوة 1000 تضع رجلك في الحرم. إذا 999 خطوة بالإكراه كانت، يعني واحد بالإكراه أخذك سحبك سحبا إلى باب الحضرة، 999 خطوة بإكراه كانت، بس عند باب الحرم تركك، قال إن شئت وضعت يد رجلك في الحرم أو إن شئت لم تضع. إذا أنت باختيارك قمت بالخطوة الأخيرة، دخولك في الحرم باختيارك لو مو باختيارك، باختيارك، لأن الخطوة الأخيرة كانت منك وباختيارك، ولو أن 999 خطوة مو باختيارك، إذا إحدى المقدمات كانت اختيارية العمل شنو يكون؟ يكون اختياري. إحنا الأعمال اللي نقوم بيها كلها فيها تقدير من الله سبحانه وتعالى، وقضاء من الله سبحانه وتعالى، ومشيئة. أكو في حديث شريف الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بسبع: بقضاء وقدر وإرادة ومشيئة وكتاب وأجل وإذن، فمن زعم غير هذا فقد كذب على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. كل أعمالنا بتقدير من الله، بقضاء من الله، بإذن، بكتاب، بأجل. يعني إحنا كل أعمالنا الله سبحانه وتعالى قبل ما يخلقنا مقدر، لكن مو جبر. لماذا؟ لأنه من المقدمات اختيارنا، أنت تختار تفعل أو لا تفعل، فإذا اخترت الفعل فالله يقدر، والله يعلم بأنك تختار فقدر، إذا لم تفعل الفعل فالله سبحانه وتعالى لم يقدر، وكان يعلم بأنك لم تفعل فلم يقدر. فإذا احنا نختصر البحث، فإذا الأسباب الطبيعية إذا ما كانت قاصرة، الله سبحانه وتعالى لا يغير هذه الأسباب الطبيعية، يعني إرادته الواقعية تتزامن معها. وإذا كانت الأسباب الطبيعية قاصرة، فالله سبحانه وتعالى يريد ولو لم تكن تلك الأسباب موجودة. في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الله سبحانه وتعالى مقدر أسباب، وأسباب هذه الأسباب طبيعية، لكن بعض الأحيان هذه الأسباب الطبيعية قاصرة، فالله سبحانه وتعالى أراد إرادة، في بعض الأحيان هذه الإرادة تنفصل عن الأسباب الطبيعية. يعني مثلا من الأسباب الطبيعية أكو في الأحاديث الشريفة: أنت تدعو، ادعو للفرج فإن في ذلك فرجكم، دعاء. إذا أنت دعيت والله سبحانه وتعالى استجاب ذلك الدعاء يقدم الفرج، هذا السبب يمكن أن تقوم به أنت. أكو في بعض الأحاديث أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما معناه يحتاج إلى أنصار، لأنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو مو أفضل من الرسول، الرسول أفضل منه، الرسول في مكة لم يكن له أنصار، لذلك الله سبحانه وتعالى لم يأذن له في القتال، لكن حينما ذهب إلى المدينة وصار له أنصار نزلت الآية،
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أما في مكة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الرسول ما عنده أنصار، ما نهض، ما جاهد يعني جهاد، الله لم يأذن له في الجهاد، صار إلى أنصار، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كذلك، إذا يكتمل أنصاره هذا السبب الطبيعي يتهيأ، لكن مع الأسف مو مكتمل. أمير المؤمنين في يوم السقيفة لو كان عنده 40 واحد كما في الأحاديث كان يسترجع حقه، لكن ما كان عنده 40 واحد، عنده 4 والبقية خذلوا. ولو بعد ذلك رجع الكثير منهم، لذا في معركة الجمل كان 500 واحد من الصحابة مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لكن في ذلك اليوم بس 4، إذا عنده 40 كان ينهض. الإمام المهدي كذلك، هو مو أفضل من الرسول صلى الله عليه وآله، ولا أفضل من أمير المؤمنين، ولو هم كلهم نور واحد، لكن أفضل البرية الرسول، ثم من بعده أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده الأئمة بتفصيل، يعني الإمام الحسن ثم الإمام الحسين ثم ابن شهراشوب يقول بقية الأئمة في الفضل سواء، يعني من الإمام زين العابدين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وينقل على ذلك إجماع الشيعة. فإذن الإمام المهدي لمن ما عنده أنصار ما يظهر، هذا سبب طبيعي. زين شلون يكون إلى أنصار؟ هاي وظيفتنا، هاي وظيفتنا، أنت كن بمستوى أن تكون من أنصار الإمام، لأن في الأحاديث الإمام عليه الصلاة والسلام أنصاره درجات، عند أنصار 313 واحد اللي هم الدرجة الأولى، وفي ذول 313 واحد هم أكو بعضهم أفضل من بعض، إذا في بعض الأحاديث يعبر عنه كمن في فسطاط المهدي، يعني بعضهم بعد الحلقة المقربة جدا اللي يكونون مع الإمام عليه الصلاة والسلام في فسطاطه. 313 هاي الحلقة الأولى. الحلقة الثانية هسه حسب الروايات 10,000 واحد، ذول لازم يكونون ناس في قمة التقوى، ناس في قمة الورع، ناس في قمة القابلية. إذا الإمام عليه الصلاة والسلام تهيأ له هذه الأنصار راح يظهر، الله سبحانه وتعالى راح يأذن له، لأنه الإمام واجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الإمام واجب عليه أن ينفذ إرادة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا لا يتمكن حسب الظاهر التكليف يسقط عنه، والله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم بالاستفادة من قواهم التكوينية الغيبية، أنت حسب الظاهر لازم تعمل. فإذا تهيأت الأنصار، الإمام عليه الصلاة والسلام من تكليف اللي كلف الله سبحانه وتعالى أن يقيم العادل، أن يدحض الباطل، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، لكن من السبب الطبيعي ما متهيئ، الإمام الله سبحانه وتعالى لا يأذن له. ليش السبب الطبيعي ما متهيئ؟ تقصير من عندنا، إحنا مقصرون. ليش؟ لأنه ما يوجد في عندنا 313 واحد بذلك المستوى. طبعا المؤمنون كثيرون الحمد لله، ألوف ومئات الألوف وملايين من المؤمنين، لكن يحتاج إلى درجة خاصة وقابلية خاصة. 313 واحد ماكو، 10,000 واحد لا يوجدون. في قضية منقولة من مجموعة من المؤمنين اجتمعوا في النجف الأشرف يمكن قبل 1,000 عام، ذولا كانوا من خلص المؤمنين، قالوا ندعو الله سبحانه وتعالى لكي يفرج عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإحنا 313 واحد مؤمنين خنكون أنصاره. اجتمعوا ودعوا وتضرعوا بإخلاص، والإنسان إذا يدعو ادعوني أستجب،
لكم. زين، فدعوا ودعوا ودعوا وتوسلوا بالإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. بس الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كان يريد يبين لهم أنه أنتوا ما لكم القابلية. صحيح أنت إنسان زين مؤمن متدين، لكن في المواقع المفصلية مستعد تبقى لو مو مستعد؟ وبعض الأحيان الإنسان مؤمن لكن في الامتحان يسقط، ما إلى قابلية ذلك الامتحان. ففي قضية مفصلة أنا أختصرها، علموا أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف راح يجي في بيت من البيوت، اجتمعوا في ذلك البيت، وجاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في سطح ذلك البيت. طلبوا واحد منهم، هذا يمكن كان أفضلهم، فهذا صعد على السطح والتقى بالإمام. فذول فجأة شافوا من المرزاب الميزاب جرى دم، لأن الإمام كان آمر واحد وياه أن يذبح خروف لهذا الشخص، فجرى دم. فذول شنو تصوروا؟ تصوروا أن الإمام أمر بقتل هذا الشخص، والشخص الثاني دعي صعد هم جرى دم، قد خروف ثاني كانوا ذابحين، والشخص الثالث صعد هم جرى دم، الشخص الرابع طلبه ما حد صعد، أي واحد منكم يصعد؟ ما حد يصعد، ما صعد أحد. الإمام ده يأمركم صعدوا؟ ما صعد. بعد قليل ذولاك الثلاثة نزلوا، قالوا ليش ما أجيتوا؟ الإمام طلبكم. قالوا إحنا تصورنا أنه أنتوا أمر الإمام عليه الصلاة والسلام بأن تقتلوا، وهذا الدم اللي شفناه شنو كان؟ قالوا هذا خرفان كان ذبحت كرامة لنا مثلا. زين، تبين أنه أنت لما شفت الدم وتصورت أنه فلان قتل وكذا أخذت بريك. صحيح هو مؤمن متدين كذا، بس في هذا الفترة من الامتحان تبين أنه من ذولة 313 واحد بس ثلاثة لذاك المستوى. قضية المعروفة للإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق أمر شخص أن يدخل في التنور وهو مسجر وفيه النار ولم يدخل، وشخص ثاني أجى الإمام أمره ودخل في التنور، بعدين الإمام قال له كم واحد عندك مثل هذا؟ كان يقول له عندك 1000 و100,000 وكل الدنيا وياك، ليش ما تنهض؟ الإمام قال له كم واحد مثل هذا عندك؟ قال ما عندنا أحد، ماكو أحد مثل هذا اللي يستعد أن هكذا يكون. المشكلة إذا السبب الطبيعي ما مترتب، لأن التقصير من عندنا والغيبة تطول. إذا السبب الطبيعي تهيأ الله سبحانه وتعالى يقصر الغيبة. أكو في بعض الروايات إن الله يصلح أمر المهدي في ليلة، ليلة واحدة. وعلامات الظهور التي مذكورة في الروايات عندنا 5 منها علامات حتمية، لكن بقية العلامات علامات يمكن أن يحصل فيها البداء، يعني الله سبحانه وتعالى يغير التقدير. إذا إحنا هيانا الأسباب الطبيعية الله يغير التقدير، لأن التقدير من وضعه؟ الله. إذا الله وضع ذلك التقدير يتقيد قدرة الله سبحانه وتعالى، مثل اليهود اللي قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة. إذا الله قدر شيء يعني ما يقدر يغيره؟ البداء هو هذا، الله يقدر شيء لمصلحة ثم يغير ذلك الشيء لمصلحة أخرى. الله قدر لك المرض زين، لكن أنت تستعمل الدواء، الله سبحانه وتعالى يقدر لك الصحة. الدعاء واحد يوجد في نفس القابلية، القابلية تبدأ من القليل. واحد يقول آني وين؟ أنصار الإمام وين؟ لا تقول هذا الكلام. أنصار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واحد منهم وهب مسيحي أسلم، صار ليوم ين أسلم. واحد منهم الحر اللي عارض الإمام، ذيش الجريمة اللي ارتكبت بحق الإمام جريمة كبيرة، أن يمنع الإمام ويصده وما يخلي أنه يضرب خيامة عند الإمام، جريمة كبيرة جدا. ما تصور أنه واحد من فسقة المؤمنين، من فسقة المسلمين والشيعة في طول حياته مرتكب مثل هذه الجريمة، لكن حينما تاب وأراد أن يوصل إلى تلك الدرجة الله سبحانه وتعالى قبل توبته
وصل. لا تقول ما يصير، يصير التزام بالواجبات، ترك المحرمات، بعض الأحيان التزام ببعض النوافل والمستحبات، هذه الخطوة أولى. الخطوة الثانية تزكية النفس، تطوير النفس. الواحد يحاول أنه نفسه يهذبها ويشذبها، أمر صعب جدا، لكن يمكن كما أمكن لآخرين. هذا السبب الطبيعي إحنا نهيئه، لكن إذا تهيئ السبب الطبيعي الله سبحانه وتعالى يشاء ظهور الإمام. إذا شاء ظهور الإمام أي وقت السبب الطبيعي يقصر يجي السبب الغيبي. عصا موسى بيد الإمام حسب الروايات، زين، فيستعملها في مقارعة تلك الأعداء. الخسف البيداء يصير، هاي إرادة ربانية، خسف البيداء. هذه أسباب غير، هذه أسباب غير طبيعية، وإنما هي أسباب غيبية، هوادج من نور تنزل، ملائكة ينزلون. أنت هيئ السبب الطبيعي، الله سبحانه وتعالى يهيئ السبب الغيبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار الإمام، عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.